بسم الله الرحمن الرحيم. إذا اليوم على بركة الله سوف نقوم بتقليم شجرة البرقوق. هذه شجرة برقوق. إذا كيف نقوم بتقليمها؟ إذا دائما نأتي في إلى الجذع الرئيسي، إلى الجذع الرئيسي هذا. إذا نقوم بقص هذه الأفرع الجانبية، هذه الأفرع الجانبية. إذا أول عملية نقوم بقص إذا ثم نأتي إلى الشجرة. إذا كما تلاحظون الشجرة مزروعة في مكان أو في مرتفع جبلي. إذا كيف نقوم بعملية تقليمها؟ إذا أول عملية نقوم بها وهي التقليل من عدد الأفرع، التقليل من عدد الأفرع. إذا وفي عملية التقليم أن نسبة أو نسبة الأفرع أو الأغصان التي نقوم بقصها لا تتجاوز 25% من أفرع أو أغصان الشجرة. إذا نبدأ على بركة الله. إذا إن شاء الله هذه الأغصان هي التي تعطي ثمار هذه السنة. إذا بهذه الطريقة، إذا هذه الأغصان المتجهة إلى الأسفل نقوم بقصها حتى نخفف. إذا هذه الأغصان المتجهة إلى الأسفل نقوم به قصير هذه الطريقة. إذا ثم نأتي إلى هذه الأغصان المتجهة إلى الأعلى، نقوم بقصها هكذا. مثلا هذه مرتفعة، نقوم بقص هذا الجزء هكذا. بهذه الطريقة نقص الأغصان المتجهة إلى الداخل. إذا بهذه الطريقة نكون قد انتهينا من عملية تقليم شجرة البرقوق. إذا قمنا بالقص من هذه الأغصان المرتفعة، قمنا بقصها. إذا مثلا هذا الغصن قمت بقص الجزء المرتفع الأعلى وتركت هذا الغصن الصغير الذي يتجه إلى الخارج حتى تأخذ الشجرة مساحة عرضية، مساحة عرضية معناها نقوم بتوسيع محيطها، لا نتركها ترتفع، لأن هذه المنطقة أصلا هي منطقة جبلية أو هي مرتفع جبلي به الرياح كثيرة. ولذلك في بداية الربيع أو عندما تثمر الشجرة فتقريبا ويأتي أو تكون الرياح قوية فمعظم الثمار تتساقط، لذلك لا نترك الشجرة ترتفع، فنتركها أن تكون أو أن نقوم بتربيتها تربية عرضية، تربية عرضية أي أنها تأخذ مساحة أو محيط أكبر إلى الخارج ولا ترتفع إلى أعلى. كذلك قمنا بفتح الشجرة أو التقليل من الأغصان الموجودة في قلب الشجرة
حتى تصلها الشمس ويصلها الهواء. إذن بهذا نكون قد انتهينا من تقليم شجرة البرقوق. إذن ننتقل إلى شجرة أخرى، ننتقل إلى شجرة أخرى حتى نصل الفكرة إلى المشاهد الكريم. هذه شجرة برقوق، هذه شجرة برقوق. إذن لو لاحظنا هنا في الوسط راح تجد هذه الأفرع المتشابكة. نحن نريد أن نقوم بفتح شجرة في الوسط، قلنا وتأخذ محيط أوسع، تأخذ محيط أوسع. إذن مثلا هذا الغصن متجه إلى الخارج، فيه هذا الغصن متجه إلى الأسفل، نقوم بقصه هذه الطريقة. كذلك هنا هذا الغصن متجه إلى الخارج، إذن هذا متجه إلى الخارج، هذا في الوسط، نقوم بقص هذا الغصن هكذا. كذلك لو أتينا إلى هنا، هذا الغصن متجه إلى الداخل، نقوم بقصه. مثلا إذا لاحظنا هذه التشققات في هذا الغصن. إذن هذه بمرور الوقت نتيجة للأمطار والشمس تكون مكان خصب لتتكاثر به البكتيريات، خصوصا دودة السوسة كما نطلق عليها محليا، حشرة السوسة، فتقوم بأكل هذا الغصن وبذلك تنتشر وتؤدي أو وتتسبب في تلف الشجرة كاملة. إذن مثلا هذا الغصن عندما أجد أغصان على هذا الشكل متشققة، إذن هذا هو ملجأ أو مكان تكاثر البكتيريا والحشرات الضارة للشجرة. في هذه الحالة يجب أن نتخلص من هذا الجزء. هذه الطريقة نقوم بالتخلص من هذا الجزء. إذن لو لاحظنا هذا الجزء أو هذا الغصن، لاحظ إذن بذلك هذا المكان يصبح ملجأ للبكتيريا والحشرات الضارة، لذلك يجب أن نتخلص منه. إذن بهذه الطريقة نقوم بهذا متجه كذلك إلى الداخل أو مائل، نقوم بقصه بهذه الطريقة. إذن الآن نقوم بالتقليل من بتقليم هذه الأفرع الصغيرة هكذا حتى نخفف حتى نقلل من أغصان الشجرة. إذن بهذه الطريقة نكون قد انتهينا من عملية تقليم شجرة البرقوق. إن شاء الله في هذا الموسم ستعطينا ثمار إن شاء الله، وهذه الثمار تكون ممتازة إن كان للحياة بقية. إذن وبهذا إخواني أخواتي مشاهدي قناة الظهر الفلاحية، فما عليكم إلا الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس والضغط على جيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.